مشاهدينا الكرام، بعد ما استمتعتوا بهذه الباقة من الأغاني اللي قدمناها لكم لنهار اليوم، نقول لكم مازالوا نجوم جزائريين حاضرين معنا في هذه السهرة، ومشرفنا نجم آخر من نجومنا الجزائريين اللي نفتخروا بهم ليغني الطابع الصحراوي. هو شاب لكن يؤدي الطابع الصحراوي. خلوني نرحبوا مع بعض بالأزهر الجلالي وحاضر معنا. مساء النور. الله يسلمك أختي الكريمة، ومشكورة على هذه المقدمة اللي كنت أكبر من الأزهر الجلالي. لا لا، أنت كبير في الصميم. أنت كبير ومقدم الأغنية الصحراوية، والحمد لله وشكرا لكم. ما شاء الله زيك، يعني لابس راك سفير اليوم للأغنية الصحراوية بطابعها بلحنها بصوتك الجميل بكلك على بعض كما يقولوا. الله يسلمك إن شاء الله. هندامي هو أنا. هذه أنا، هذه جدي، هذه جدودي، هذه جزائرنا، لأنه تعودنا على الزي الجزائري. لأن كنت شفتني قبل خمس دقائق قبل ما نبدل، متأكد 200% اللي مش ما تعرفيني. أكيد صادق، الحمد لله. نقولوا أنه الأزهر الجلالي من الشباب الجزائريين، لكن محافظ ما شاء الله على الهندام، على الصوت، على الطابع. يعني شوفوا أنه الشباب والفنانين الشباب يميلوا كثير للطابع الراي، طابع يعني اللي يكون الريتم الخفيف، لكن أنت ما شاء الله توفقت، وحتى أنك شفناك عاودت أغاني المشايخة كبار غنوا طابع صحراوي وتوفقت في أدائها. نجاوبك على الشطر الأول من السؤال. سبب اختياري للأغنية الصحراوية لأنها أغنية نظيفة أولا، أغنية عائلية، وهذا موروث. أنا شخصيا نتكلم على المرحوم خليفة أحمد، لأنه كان من معلميني اللي كنت ناخذ بنصايحه، هو كذلك المرحوم معدي بشير، أستاذي سلمى عنقر كذلك. يعني مسؤولية كبيرة، لأني كنت قادر في وقت من الأوقات أني نغير، لكن بعد أنه أصبحت لي مسؤولية وتوفقت في هذا الستيل، لأنه ستيل عادة الشباب ما يروحوش ليه، لكن حاليا لما تسمع أغنية يا فاطمة يا فاطمة عودوها أكثر من 20 فنان جزائري وعربي، أغنية عدة أغاني أخرى للأزهر الجلالي هذا العبد الضعيف عودوها أكثر فنان، وهذا دليل على أن الأغنية النظيفة ما زال مفعولها ساري بين عقول مام حتى الشباب، مام حتى الشعب الجزائري بطبعه ذواق. لكن الموجة اللي راها سيدة الآن، وأنا نقول الموجة لأنه سم متسوس هذا، وانا رسالتي ان شاء الله بربي اني نواصل في الاغنيه النظيفه، الاغنيه العائليه، كل الطبوع الاجتماعيه، المواضيع الاجتماعيه كذلك، لاني غنيت على الام، غنيت على دار العجزه، غنيت على المرضى، غنيت يعني الحمد لله، وهذا توفيق من عند الله سبحانه. قولوا انه اغانيك، وكنت تحدثت على الكلمات، هي كلمات نقيه ومستقاة من التراث، يعني التراث الجزائري. تراثنا بعض الكلمات كذلك الاستاذه سلمى عنقر اللي نحييها عبر الاثير الشروق، وبعض الاجتهادات لهذا العبد الضعيف، لاني لست بشاعر، لكن انا اقول انك اكيد انك تكتب اغانيك وحتى كنت تؤدي تلحين تاعها طبعا وتكتب. طبعا هكذا بعض التجارب، انا لست بملحن ولا بشاعر، لكن من كثر ما حفظت اغاني، من كثر ما مخي اصبح فيه عده اغاني من عده طبوع عربيه ليس جزائري فقط، لان انا مستمع جيد للشرقي، تونسي، المغربي، مام انجلي، فرنسي، تركي. يعني عندي تجربه اني نستطيع اني نكون اغنيه، ما نقولش نلحن اغنيه، نقدر نكون اغنيه الحمد لله. شيء جميل، ولا غير شيء جميل ان نشوفوا شاب جزائري يعني يميل لهذا الطابع ويكون يحتوي على كل هذا يعني المواصفات، ما شاء الله عليك. الله يسلمك ان شاء الله، وهذا من ذوقك. يسلمك. كيف جاتك ربما الفكره انك تعاود اغنيه حيزيه؟ اغنيه يعني اللي اغنيه حيزيه هي تعتبر حاليا اصبحت تصنف كملحمه عربيه، لاننا لما زرت في يوم من الايام مكتبه الاسكندريه الكبرى، اني لما شفت كتاب حيزيه ومشروحه كانت فرحتي اكثر من انبهاري، لاني اصبحت، لانه مكتوب عنوان الكتاب الملحمه العربيه حيزيه للشاعر بن قيطون. طبعا هذا بحد ذاته هذا جميل، فخلينا كجزائريين. وحيزيه معروفه يعرفوها، اصبحت كما قيس وليلى، روميو وجولييت، اصبحت ملحمه عودتها الحمد لله بطريقتي الخاصة. توفقت، أنا قلت توفقت. الحمد لله إلى حد ما، لأني لا ما نستطيعش أني نحكم على نفسي، لكن رد فعل الجمهور كان موفق إلى حد ما. أنا في حياتي ما رضيت على نفسي، لأني دائما نطمح للأحسن، دائما نطمح للأفضل، لكن الجمهور الحمد لله. إن شاء الله أتمنى لك النجاح. الله يسلمك. قول أنه ثاني كذلك فنان خاص في مجال الكليبات. أغنية صحراوية أو طابع صحراوي يعني قليل ونشوفوا أنه يندلوا كليب، فنانة من الفنانين ربما القلائل اللي خاض هذا المجال. يعني لأنه لما تسمعي أغنية الميمة
صورت في الجزائر والمونتاج درته على حسابي الخاص في فرنسا لعادل أمين صديقي العزيز يعني. والحمد لله لقت صدى أغنية المهمة من أغاني المؤثرة جدا 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 اللي اشتهرت لي هذا العام الأخر. ونقول للجماعة اللي عندهم أماماتهم تهلاو في أماماتكم اللي راهم حيين، واللي عنده أمه ميتة ربي إن شاء الله يرحمها إن شاء الله، لأن الأم هي المدرسة. أكيد إذا أعددت أما أعددت أمة كاملة هذا أكيد. لأن الأغنية ليست للبكاء، أنا نعتبرها درس ورسالة ليست للبكاء، وإنما اللي عنده أمه حية يحاول يستغل الفرصه ما دام حيه. الله اكيد ربي يخلي لنا ميمات كامله رب العالمين. خلينا نتحدث على جديدك. جديدي عندي البوم قريبا ان شاء الله مع الاستاذ كذلك صقر الاغنيه الشويه نصيد الحره اللي كان يعملها لاول مره، هو لاول مره انا كانت لي تجربه قبل في فيديوهات مع حسيب عبد الرؤوف مع نايلة مع لكن نصيد الحره لاول مره في مسيرته الفنيه يدير فيو كان معايا، طبعا هذا من حظي. وقريبا ان شاء الله ممكن الاسبوع الجاي ان شاء الله يكون في الاسواق ان شاء الله. ان شاء الله. كيفاش الطابع راح يكون؟ هي ليست قضيه طابع، انا الالبوم درت له اشهار مصارعه بين الصحراوي والشاوي. راح نشوفوه هذه المره مع بعض. هو اعطى ما عنده وانا اعطيت ما عندي. شوقتنا لسماع هذا الالبوم ان شاء الله. ان شاء الله يكون قناه الشروق ان شاء الله تكون من الاولين، لانها قناه محترمه جدا وعاونتني هذه القناه بزاف، لانها من القنوات اللي راه تعيط لي وتصل لي في الازهر الجلالي وتطلب مني اللباس التقليدي كذلك. وهما مشكورين كامل من المدير الكامل. شكرا. المعدين مصورين كل التقنيين. انا نشكرك باسمهم كل العامله على قناه الشروق. قناه الشروق تهتم بكل الفنانين يعني، ويشرفها انهم يكونوا حاضرين معها. خلينا نسمع مقطع قبل ما نخليك توجه لجمهورك. نروحوا للحيزية. عزوني املاح في رايس البنات، سكنت تحت الحوت ناري مقدية، قلبي سافر مع الضام الحيزية، عصرها لقبل كنا في تاويل، كنوار العطيل شاوي النقدية. ما شفنا من دلال كضاي الخيال، راح تجادي الغزال بالجهد عليا، قلبي سافر مع الضامر حيزية. الأغنية طويلة جدا. أكيد يعطيك الصحة. شكرا على هذا الحوار معك. رسالة توجهها لجمهورك. رسالة الجمهورين نقول له كما تعودت على الأزهر راح يبقى إن شاء الله الأزهر الجلالي، ونتمنى إن شاء الله أن تكون حفلة الليلة إن شاء الله تكون موفقة إن شاء الله، وطبعا التوفيق من عند الله سبحانه. وأنا متأكد أنه المسرح اليوم على حساب المكالمات اللي جاتني الحمد لله يكون مسرح مشرف اليوم، لأنه معايا كذلك أصدقائي الشاب أنوار صديقي العزيز كذلك سلطان كذلك ياسين باي كذلك من احلى الاصوات. نتمنى ان شاء الله ان نتوفقوا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. حفله موفقه. وشكرا على هذا الحوار. مرحبا بك دائما على قناه الشروق. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. خليكم تتمتعوا بهذا الطابع الصحراوي مع هذا الصوت الجميل والحضور المتميز بهذا الزي التقليدي الصحراوي. بعدها نعود نوليو.